أتمنى إن أنتوا تكونوا استمتعتم بالظاهرة رونالدو، واحد من أمتع اللعيبة اللي مرت في تاريخ العالم كله. افتقدناه بشدة وقت اعتزاله، لكن فيديوهاته وأرقامه وإحصائياته دايما هي اللي تتكلم عليه لحد الوقت الحالي. يعني نجم كبير جدا، واللي يتكلم على رونالدو لازم يكون عارف قيمة اللاعب اللي احنا بنتكلم عليه. لكن مكملين معاكم، وكل أسبوع إن شاء الله هيكون في نجم كبير، علشان أيضا الجيل الصغير اللي طالع ومتابع كرة عالمية يكون عارف قيمة النجوم اللي موجودة قبل كده، مش بس في الوقت الحالي. الوقت الحالي ميسي ورونالدو بيتصدروا المشهد بشكل كبير، لكن لعيبة اللي لعبت زمان جدا، وهنجيب لحضراتكم كلينسمان، وهنجيب لحضراتكم بيرهوف، دينيس بيركم، طبعا باتريك كلايفرت، نجوم كتيرة جدا جدا، من ديل بييرو، بافل نيدفيد، نجوم كتيرة جدا، ميشيل بلاتيني، يعني نجوم كتيرة لو فضلنا نتكلم عليهم مش هنعرف نخلصهم من كتر التاريخ اللي صنعوه وحققوه مع منتخبات بلادهم ومع أنديتهم. علشان كده هتكون فقرة ثابتة إن شاء الله في برنامجنا كل أسبوع. هنروح معاكم للأخبار الكرة العالمية، عشان معانا أخبار كتيرة وأخبار حضراتكم أكيد حريصين أنكم تتابعوها وتعرفوها عن كل الأحداث العالمية، بداية من يوم السبت الماضي وحتى الوقت الحالي. فهنبدأ معاكم والخبر بسيرجيو راموس أنه يعادل رقم إيكر كاسياس في المشاركات الدولية. سيرجيو راموس نجم منتخب أسبانيا ونجم نادي ريال مدريد بيحقق رقم قياسي تاريخي مع منتخب لاروخا، أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات عشان يتساوى مع زميله في طبعا إيكر كاسياس 167 مباراة، وأنه شارك خلاص بالتالي في مباراة جزر الفاروة، بالتالي هو عنده 168 مباراة عدى بيها إيكر كاسياس علشان يكون أكتر لاعب في منتخب أسبانيا عنده لقاءات دولية. وبهذا الرقم راموس على بعد خطوات من معدل رقم الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم كأكتر لاعب مشاركات في المباريات الدولية. وطبعا تصريحات لراموس بيقول فيها أنه يعني أكد فيها اللاعب أنه بيفوز بكل أو فاز بكل شيء في كرة القدم، ويرى أن تتويجه بلقب خامس لدوري الأبطال هيكون أمر لا يصدق تماما، وده أمر وارد جدا في عالم كرة القدم. طيب نروح للخبر الثاني، برشلونة يرغب في تجديد عقد ميسي. ذكرت تقارير إعلامية مقربة من إدارة برشلونة أن النادي سيعمل على تقديم عقد جديد لنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ده طبعا هنشوف ايه اللي هيحصل، ده بسبب الكلام اللي قلنا لحضراتكم عليه في فقرة الصحافة العالمية، ان مفيش اي خلافات ما بين برشلونة وما بين طبعا الإدارة وميسي. تمام. الخبر اللي بعديه إصابة لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد وصدمة، او نروح لبرشلونة يستعيد أومتيتي، ان يعود المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب برشلونه الى ناديه بعد الاصابه اللي تعرض لها اثناء تواجده مع الديوك الفرنسيه في معسكر المنتخب الفرنسي الاخير. نروح لاشغال كرويه شاقه في برشلونه لمده 21 يوم. سيخوض برشلونه 7 مباريات في 21 يوم. ان برشلونه عنده مشكله كبيره جدا الفتره اللي جايه، انه عنده ماتشات كتيره جدا مهمه جدا في 21 يوم، هيلعب خلالها 7 لقاءات، وهيبدا من خلالها بمواجهه فالنسيا بكره. يعني برشلونه من اول مواجهه فالنسيا بكره ان شاء الله يوم 14 هتبدا الاشغال الشاقه. يوم 17 برشلونه هينطلق الى المانيا علشان يلعب امام بروسيا دورتموند في دوري الابطال، وبرشلونه بعديها عنده مواجهة مهمة جدا أمام جرانادا يوم 21 في الجولة الخامسة من الليجا الأسبانية. بعديها يوم 24 هيكون مواجهة مهمة جدا برشلونة مع فياريال في الجولة السادسة من الليجا الأسبانية. بعديها برشلونة هينطلق نحو العاصمة الأسبانية مدريد لمواجهة ختافي على ملعب ألفونسو بيريز في الجولة 7 من الليجا الأسبانية، وهي مباراة صعبة جدا نظرا لأن النادي يعاني على هذا الملعب بسبب صعوبة المنافسة، وعادة ما يفوز بشق الأنفس. ومع بداية شهر أكتوبر وتحديدا يوم 2 سيستقبل برشلونة فريق إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وأخيرا يوم 6 أكتوبر هتكون مباراة على ملعب الكامب نو أمام فريق أشبيلية. وبالتالي فعلا 21 يوم من الأشغال الشاقة لنادي برشلونة. نروح للخبر الثاني الخاص بنادي برشلونة، هو جريزمان
ومشاركة جريزمان في لقاء بكرة كمهاجم وهمي بعد ما تأكد رسميا غياب ميسي وسواريز عن التشكيلة الرئيسية. إن صحيفة الموندو دوبورتيفو قالت إن أنطوان جريزمان من المنتظر أن يقود الخط الأمامي للبارسا كمهاجم وهمي، هيلعب بجواره كل من سيرجيو روبرتو وكارلس بيريز. المنتخب الألماني يستعيد التوازن. استعادت ألمانيا توازنها بفوز ثمين ومهم على مضيفتها أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0 في بلفاست، وأكدت هولندا صحوتها بفوز كبير على إستونيا 4-0 يوم الاثنين في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020. مارسيلو قد يرحل عن الريال. أكدت كالتشيو ميركاتو أن فقدان مارسيلو لمكانته الأساسية في ريال مدريد قد يدفعه لحزم الحقائب ورحيل قريبا عن ريال مدريد. أكيد أي لاعب يتمنى أنه يشارك بشكل أساسي مع فريقه، ومارسيلو واحد من نجوم الجيل الذهبي للريال، حقق معهم 1000 ثلاثية وممكن يحقق معهم بطولة رابعة ما حدش عارف. لكن لاعب كرة القدم لما يبتعد عن مكانه الأساسي أعتقد أنه بيفكر في حلين، يا إما يشد حيله ويرجع تاني بشكل أساسي مع فريقه أو يرحل عن الفريق ويخوض تجربة جديدة. ساديو ماني لجماهير ليفربول: أنتم الأفضل. أكد ساديو ماني على سعادته وكونه جزء من هذا النادي نادي ليفربول وهذه العائلة، وأكد أن ليفربول لديه أفضل المشجعين في العالم، وده بيرد على كل الكلام اللي حصل في الأسبوع الأخير أو الجولة الأخيرة قبل انطلاق تصفيات اليورو 2020 والمشكلة الشهيرة اللي ظهرت مع محمد صلاح. فان دايك الأفضل، ده كان كلام سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد على أن الهولندي فان دايك لاعب ليفربول يستحق الكرة الذهبية لهذا الموسم، مش بس أفضل لاعب في أوروبا، لا يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم عشان يتفوق على كل اللعيبة اللي موجودة، ولو حدثت أعتقد أنه يكون أمر مهم جدا وتاريخ كبير في تاريخ فان دايك الكروي. سيلاديس يخلف مارسيلينيو في تدريب فالنسيا. طبعا فالنسيا عندها مواجهة مهمة جدا بكرة مع برشلونة، لكن اتفاجئنا احنا خلال الأسبوع الماضي ان فالنسيا بيقيل المدير الفني مارسيلينيو وبيعلن تولي سيلاديس تدريب او مسؤولية تولي تدريب الفريق الأول لنادي فالنسيا علشان تكون أول المواجهات نادي برشلونة بكرة إن شاء الله في مواجهة صعبة جدا الساعة 9 بتوقيت القاهرة. باريس سان جيرمان يرغب في التخلص من نيمار، وده خبر مهم جدا كان موجود في إحدى التقارير الفرنسية الصحفية أن إدارة باريس سان جيرمان تخطط للتخلص من خدمات البرازيلي نيمار في سوق الانتقالات الشتوي القادم. وتزامنت تلك التقارير مع التصريحات الخاصة بخافيير فورادس عضو مجلس إدارة نادي برشلونة، والتي أكد خلالها على بذلك إدارة النادي كل ما في بوسعها لاستعادة نيمار مجددا ما دام اللاعب متمسك لتلك الدرجة بالعودة من جديد. طيب هنشوف هل بقى نيمار هينتقل إلى برشلونة بعد المسلسل الهابط في مسلسل الانتقالات الصيفية أو الشتوية أو الانتقالات العامة في كرة القدم، ده اللي احنا هنشوفه. لكن الواضح أن نيمار يعني ابدا لا يطيق انه يعني يبقى في النادي الفرنسي، وان هو خلاص يعني اعلن العصيان على النادي الفرنسي وان هو يرغب في الرحيل 100%، لكن المقابل المادي وتعنت الاداره الباريسيه هي دي السبب الوحيد في بقاء نيمار مع اداره باريس سان جيرمان وبقائه في النادي. كونتي الاغلى في ايطاليا. تصدر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان قائمة المدربين الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي بواقع 11 مليون يورو سنويا، ليتفوق على جوزي مورينيو الذي كان يحصل على 9 مليون يورو أثناء تدريبه للفريق الإيطالي عام 2008. لكن بفارق طبعا 2008 و2019 بنتكلم في 11 سنة، وده كان بياخد 9 وده بياخد 11، أنا من وجهة نظري مورينيو أفضل طبعا في الراتب. لكن طبعا ساري يأتي خلفا بعد كونتي وبعد مورينيو للمدرب اليوفنتوس بسبعة ملايين يورو، ويلي كارلو أنشيلوتي في نابولي براتب يصل إلى 6.5 مليون يورو. غياب ميسي وسواريز عن مواجهة فالنسيا. رسميا أشارت تقارير صحفية أسبانية إلى أن مرحلة التعافي للثنائي ميسي ولويس سواريز لاعبي فريق برشلونة تسير ببطء شديد، مما يصعب من فرص لحاقهما بمباراة فالنسيا في الدوري الأسباني،
وأشارت بعض التقارير، كذلك بإمكانية غياب ميسي عن مواجهة دوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند الألماني. هنشوف ميسي طبعا وسواريز هل هيكونوا مؤثرين بشكل كبير مع الفريق ولا لا، ده اللي احنا نشوفه. ستيفن تشانغ رئيس انتر يطالب الجماهير بالصبر. أكد الصيني ستيفن تشانغ رئيس انتر ميلان بأن طاقته الشبابية قد تساعد في منح الانتر أفكارا جديدة. وقال تشانغ الذي كان مدير عام انتر خلال عامين قبل تولي الرئاسة أنه يقدر المشجعين في نفس سنه ممن لديهم رؤية مختلفة عن الأجيال القديمة، خاصة أن تشانغ يبلغ من العمر 27 عاما فقط. وطالب تشانغ جماهير الفريق بالصبر على أنطوني كونتي وعلى اللاعبين خلال المرحلة الحالية. نروح لترتيب أفضل الهدافين الدوليين. يتصدر الإيراني علي دائي قائمة أفضل الهدافين الدوليين برصيد 109 هدف، يليه كريستيانو رونالدو 90 هدف، ثم بوشكاش 84 هدف، طبعا قائمة مهمة جدا، ثم كاماموتو 80 هدف. يعني رونالدو بنتكلم خلاص أنه قرب جدا جدا على تصدر قائمة الهدافين الدوليين، يعني بنتكلم في 19 هدف علشان يتساوى مع علي دائي النجم الإيراني، 20 هدف رونالدو يحرزهم، يبقى هو أعلى لاعب في العالم عنده أهداف دولية مع منتخب بلاده. وأنا أعتقد أن رونالدو قادر جدا على تحطيم رقم علي دائي، واحد من أساطير الكرة الإيرانية، ورونالدو أيضا واحد من أساطير الكرة العالمية. ورونالدو أيضا يواصل تحطيم الأرقام القياسية. كريستيانو رونالدو هو أول لاعب أوروبي يسجل 90 هدف دولي. الراجل يا جماعة بنتكلم على أسطورة وماكينة أهداف غير طبيعية مع المنتخب البرتغالي. هازارد يتعافى من الإصابة. هازارد أخيرا بيتعافى من الإصابة اللي لحقت به من العين، اللي دايما بتيجي مع انتقال اللاعب من ناديه إلى نادي آخر أكبر زي ريال مدريد، وأنه هيشارك أمام ليفانتي بعد ما تم التأكد رسميا وطبيا من تعافيه من إصابته. رونالدو سيسجل 40 هدف، ده الكلام اللي موريسيو ساري مدرب منتخب اليوفنتوس تم وعده به من كريستيانو رونالدو، انه في الموسم الحالي هيقدر يسجل اكتر من 40 هدف، وده اكيد طبعا بالنسبه لرونالدو حاجه متعودين عليها منذ وجوده مع مانشستر ومع وجوده مع ريال مدريد. كوتينيو كلوب نصحني بالانضمام لبايرن ميونخ. أكد فيليب كوتينيو لاعب فريق ليفربول السابق أن يورجن كلوب نصحه بالتوقيع لبايرن ميونخ واللعب في الدوري الألماني، ووصف اللاعب البرازيلي مدربه الألماني السابق بأنه مدرب كبير جدا واحد من الأفضل في العالم وأنه قائد حقيقي، ولقد تعلمت منه الكثير وكان شرفا لي أن أعمل معه. ديخيا يقترب من الحصول على 290 ألف استرليني في الأسبوع. ديخيا صحيفة الجاردن البريطانية أن ديفيد ديخيا لاعب مانشستر يقترب من توقيع عقد جديد بقيمة 290 ألف باوند أسبوعيا. وديباي يدخل التاريخ. أصبح ممفيس ديباي خامس أصغر لاعب يشارك مع منتخب هولندا بخمسين مباراة دولية بعد سيدورف وويسلي شنايدر وباتريك كلايفرت ورافائيل فاران وفاندرفارت. جنابري يتألق. جنابري لاعب المنتخب الألماني والمتألق بشكل كبير مع منتخب بلاده، ونجح أنه يسجل 9 أهداف في أول 10 مباريات لي مع المنتخب الألماني. وأيضا فان دايك نعود لي لكن مع تعديل عقده. فان دايك أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول سيمدد عقد فيرجيل فان دايك مدافع الفريق مع النادي لست سنوات، وهيرفع الراتب من 140 ألف باوند إلى 240 ألف باوند أسبوعيا علشان يكون واحد من أغلى اللعيبة والمدافعين اللي بتلقوا أجرا في العالم. مارادونا يعود للأرجنتين باستقبال أسطوري. استقبلت جماهير خيمانيسيا لاباتا الأرجنتيني مدرب فريقها الجديد دييجو أرماندو مارادونا بصورة أسطورية بعد أن تماثل للشفاء والعودة من جديد لعالم التدريب. طبعا مارادونا بالنسبة له تدريب أنا شايف أنها هواية مش شغل، يعني مش واخدها على محمل الجد، بسبب يعني بيكون عنده سقطات كتيره جدا، بيكون عنده بعض المشاكل الصحيه اللي بتقابله، وبالتالي
يعني مارادونا واحد من الاساطير اللي كانت موجوده في ملاعب كره القدم على المستوى الفني وعلى المستوى انه لاعب كره قدم، لكن على المستوى التدريب اعتقد ان مارادونا بعيد كل البعد بسبب اهماله في صحته وعدم يعني اخذ حياته على محمل الجد في الناحيه التدريبيه. تنافس مانشستر يونايتد على البرتغالي او تنافس مانشستر سيتي واليونايتد على البرتغالي فلورنتينو لاوس. ذكرت بعض التقارير الصحفيه ان مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يتنافسان من اجل التوقيع مع البرتغالي فلورنتينو لاوس لاعب بنفيكا في يناير القادم. اكيد طبعا لاعب ما دام لاعب مش معروف فانا شايف ان هي تكون صفقه كويسه. دايما الصراعات والخناقات على لعيبه كبار انا شايف في الاخر ان هي لا تؤدي الى نجاح ولا تؤدي الى اي اغراض، والخسران الوحيد في كل هذا الصراعات هو اللاعب والكسبان دايما بيكون الانديه. مانشستر يونايتد اخفق في ضم دوغلاس كوستا. اكد وكيل اعمال اللاعب دوغلاس كوستا جيوفاني ان مانشستر يونايتد لاحق اللاعب من اجل التعاقد معه، لكن مدرب يوفنتوس ساري رفض بيعه هذا الصيف. امر طبيعي جدا ان موريسيو ساري في اول ولايته ان هو يصبر تماما على كل اللعيبه اللي موجوده علشان خاطر يتاكد من احتياجه ليهم. نروح للخبر اللي بعد كده. تشيلسي يفقد جهود اميرسون. طبعا ضربه كبيره جدا في ظل عدم تعاقد تشيلسي مع لعيبه في الانتقالات الشتويه والصيفيه. تلقى نادي تشيلسي ضربه موجعه جدا باصابه اميرسون في اوتار الركبه ويغيب على اثرها لفتره من المشاركات في المباريات. ديبالا يفقد مكانه في اليوفنتوس. يرى موريسيو ساري ان ديبالا ليس جديرا بالدخول في التشكيله الاساسيه للسيده العجوزه. انا شايف ان ديبالا كل الناس بتيجي عليه واحد من اكثر اللعيبه الممتعه في العالم واللي عنده موهبه. انا شايف ان هو لازم يرحل عن اليوفنتوس علشان يجد فرصه لعبه في نادي اخر بسبب ان هو لاعب صغير في السن ولاعب ان لسه المستقبل قدامه طويل. مانشستر يونايتد يرغب في استمرار بوجبا بالرغم من احلام زيدان. اكدت صحيفه ليكيب ان مانشستر يونايتد يريد تجديد عقد بوجبا. ده جه بالتزامن مع الانباء اللي مع التقارير ان اكدت ان زيدان لم يتخلى عن حلمه في ضم بوجبا، ومن المتوقع ان يقدم ريال مدريد على ان يقدم ريال مدريد على محاوله جديده للتعاقد معه في يناير المقبل، لكن مانشستر يونايتد لن يخفض مطالبه الماليه البالغه 180 مليون جنيه استرليني. زاها يفسخ تعاقده مع مدير اعماله. الغى الايفواري الدولي ويلفرد زاها عقد مدير اعماله لفشله في انتقاله من نادي كريستال بالاس بعد ان ظل اسم اللاعب مقترن بنادي ارسنال طوال فتره الانتقالات الصيفيه الماضيه. كانتي مطلوب في مدريد. اكدت تقارير صحفيه ان نادي تشيلسي على علم باهتمام زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبه كانتي، خاصه ان هازارد وكورتوا تحدثوا مع بعضهم البعض واكدوا انه يمثل القطعه الناقصه في خط وسط ريال مدريد. مورينيو في تصريح مهم. رونالدو ظاهره حقيقيه. اكد جوزيه مورينيو ان كريستيانو رونالدو يشكل انه ظاهره ووصفه بانه شخص يفكر فقط في الفوز والتحسن وان ما يفعله هو في سن ال 34 ليس بمفاجاه، انه لاعب كبير في فريق له طموحات عاليه. تصريح او خبر خاص بمحمد صلاح. فوز ليفربول هو الاهم وسعيد بجائزه لاعب الشهر. اكد محمد صلاح على سعادته بالفوز بجائزه لاعب الشهر مع فريقه ليفربول مؤكدا ان الاهم من ذلك الفوز بتلك الجائزه هو فوز ليفربول بالمباريات. امبابي يغيب رسميا عن مواجهه ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. اشارت تقارير صحفيه ان كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان سيغيب عن مواجهه ريال مدريد في دوري الابطال بسبب الاصابه، و ده طبعا اكيد هيأثر بشكل كبير مع باريس سان جيرمان في اولى المواجهات الاوروبيه. دايما كل ما يكون عنده مشكله او كل ما بيكون عنده منافسات في دوري الابطال بيحصل له مشكله سواء باصابه نيمار او باصابه امبابي. طيب كده احنا خلصنا مع حضراتكم كل الاخبار الخاصه بالكره العالميه بشكل عام. تعالوا بقى نروح لفصل علشان بعديها نبدا معاكم فقره او نبدا قبل ما نروح لفصل خلينا نقول معاكم خبر مهم جدا. هو خبر خاص بلاعبنا المصري محمد النني. ومحمد النني زي ما حضراتكم عارفين انتقل الى نادي فنربختشا، لكن عمل حوار مع السي ان ان واخذنا منه بعض الكلام المهم جدا اللي عرضناه اللي هنعرضه لحضراتكم وهنقوله لحضراتكم. طبعا بنتكلم على ان النني قال معجب بطريقه مدربه عبد الله قفشي مدرب بشكتاش، ومحمد صلاح بالنسبه له هو اخ. محمد النني اكد
انه زميله مسعود اوزيل لاعب الارسنال الحالي وزميله السابق اكد له ان هو نصحه بالذهاب الى نادي بشكتاش بدون تفكير وانه لازم يكون موجود في الملاعب التركيه. زي ما حضراتكم عارفين ان محمد النني اعاره من نادي ارسنال الى نادي بشكتاش لنهايه الموسم الحالي مع احقيه شراء نادي بشكتاش لمحمد النني بمبلغ 18 مليون يورو. محمد النني كمان اتكلم في السي ان ان على محمد صلاح ودوره في حياته ودوره ايضا في يعني وجوده مع نادي بازل السويسري وان هو يتمتع محمد النني ومحمد صلاح بعلاقه طيبه جدا وان هما الاثنين اخوات ودايما لما بيكون في امر مهم النني ممكن ياخد في راي محمد صلاح وان دي حاجه كويسه جدا وروح كبيره جدا من اثنين لعيبه.